في هذه الحلقة المباركة سنتحدث عن مرض لا يعرفه الكثيرون، هو مرض بهجت. سمي مرض متلازمة بهجت بهذا الاسم تخليدا لاسم مكتشفه الطبيب التركي بهجت الهلوسي، الذي اكتشف المرض ووصف أعراضه عام 1937، يعني عمر طويل. وينتشر هذا المرض في دول الشرق الأوسط والأقصى، ويصيب الرجال أكثر من النساء. أما في دول العالم الأخرى فهو أقل انتشارا ويصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال. مرض بهجت أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، والتي يقوم جهاز المناعة فيها بمهاجمة أنسجة الجسم عن طريق إنتاج أجسام مضادة لمكونات معينة لنوى الخلايا، والتي ترافق صاحبه مدى الحياة، وقد يصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل العمر. لكن في أغلب الأحيان تبدأ أعراض المرض في الظهور بين سن 20 و30. يصيب هذا المرض الأوعية الدموية من شرايين وأوردة، كذلك قد يصيب شبكية العين والدماغ، المفاصل والأمعاء، وتقرحات الفم والجهاز التناسلي. دكتور، أنا يعني لما يعني تعرفت على هذا المرض فاجأني، فيعني راودتني عدة أسئلة. هناك يعني ما أسباب هذا المرض؟ هل هو مرض وراثي؟ هل هو مرض معدي؟ هل يختلف المرض في الأطفال عنه في البالغين؟ وكيف يتم العلاج؟ وهل هناك يعني وقاية منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى، وأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكذلك سوى فيه كل شيء وعدله وجعل كل شيء فيه. يعني فهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الهيئة، كما يقول في محكم كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني هنا التعديل والتسوية والتركيب والصورة اللي اختارنا الله سبحانه وتعالى. فهذه الثلاثة هي تعني التشكل، علم التشكل أولا، ثم تعني فيزيولوجيا، علم الفيزيولوجيا، ثم كذلك تعني يعني طريقة عيش هذا الإنسان، كيف سيعيش، هل هو سيأكل نبات، هل سيأكل حيوان، هل يعني سيستعمل طاقة الشمس مثل النبات، أو يجب أن يتغذى على مادة عضوية. هذه كلها تدخل في التسوية والتعديل. كذلك الصفات الوراثية، يعني ذكر أو أنثى، اللون، لون الشعر، لون العينين، الهيئة التي اختارها الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا ما نراه الآن على الوجه والعينين والأذن والشعر، لكن ما لا نراه هو داخل الجسم، وهي الفيزيولوجيا التي تقع على مستوى الأعضاء. وكل الأعضاء الآن تتراسل مع بعضها عبر الدم، عبر الموصلات العصبية وكذلك عبر الدم. فهذا المرض يتعلق بالدم ككل الأمراض المناعية، يعني هو مرض مناعي الأوتو إيمين. هذه الأمراض المناعية هي تقريبا وصلت الآن 80 مرض يصاب بها النساء أكثر من الرجال. وكما تفضلت في المقدمة، لماذا في الغرب يصاب النساء أكثر من الرجال وفي العالم العربي يصاب الرجال أكثر من النساء؟ لماذا؟ لأن في الغرب المرأة أصبحت تتصرف كالرجل. فلما لما تغير المرأة تصرفاتها، لا أقول غذائها ونمط عيشها، ولا لما يعني البيهيفيور، لما تتصرف كالرجل تصيب بجميع الأمراض، لما تتصرف كامرأة لا تصاب بالأمراض. نعطي مثال واضح، في أمريكا وفي الغرب على حد سواء، المرأة الآن أصبحت تتصرف أكثر من الرجل، يعني أصبحت أعنف من الرجل، أصبحت تتغدى كالرجل، أصبحت تسوق السيارة، أصبحت تقوم بأعمال لا تقدر عليها، هي داخليا لا تقدر عليها، تنافق مع نفسها. المرأة لا تقدر على القوة ولا على القسوة، المرأة تقدر على التحايل وتقدر ولديها عاطفة. يجب أن تحترم خلقها، الله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الهيئة. هذه المرأة التي أرادت أن تعيش كالرجل وتتصرف كالرجل، فالآن أصيبت بجميع الأمراض. جميع الأمراض
الآن هي نسبة النساء تمثل 3 إلى 4 أضعاف. السرطان الآن سكليروزون بلاك، هذا التصلب اللوائحي، الحساسية، أمراض الهرمونات، الأمراض المتعلقة بفقر الدم، يعني هشاشة العظام، هذه كلها أمراض، يعني مرض بهجت، هذا مرض، هذا المرض أمراض المناعية، 80 مرض، نعم. يعني يذعو 80، كان 80 شحال هذه دابا ولات تقريبا 87 مرض مناعي الآن وطويمين. هذه الأمراض المناعية يعني حتى هذه يعني السكليروزيس، هذه الملتيبل سكليروزيس، هذا تصلب اللوائح، هو داخل في الأمراض المناعية. فطبعا نعم يعني هذه الأمراض لم تكن معروفة، يعني ولو اكتشفها التركي هذا بهجت في 1937، ولكن لم تكن معروفة إلى درجة أن كثير من المغاربة مع الأسف الشديد يعني اتصلوا به في وقت متأخر، وكانوا أشخاص مغاربة يعيشون في بريكسل يعني في بلجيكا، ويعني وكان أشخاص يعيشون في فرنسا وفي كندا يعيشون حياتهم، يعني هذو عايشين تما على طول. فلما اتصلوا به فكانت الأعراض بهجت، ولكن الطبيب كان يصحح لهم البصر. نعم، وغالبا علينا غالبا هو كيف يبدأ بهجت؟ يبدأ بتقرحات في الفم وتقرحات تناسلية كذلك. كاين واحد تقرحات تحت اللسان تكون مؤلمة جدا وتدوم، ماشي تمشي وتجي، حيت الناس غادي يبقاو يتخلعوا دابا، حيت كاين اللي كيجيهم هذوك لي زافت. لا الناس ما يترعبوش، يعني كاين لي زافت، كاين اللي ياكل الزيتون، هذوك عادي، اللوز كاين اشياء تسبب تقرحات في الفم لكل شخص، هذه حساسية وكتحيد. نعم هذه كتبقى. نعم هذه التقرحات بهجت، يعني الان الاطباء ولاو تعرفوها، الاطباء ما كانوش يعرفوا يشخصوا بهجت، لا في البلجيكيه ولا في المانيا ولا في فرنسا، ولا اللي كانوا تعرف سبحان الله هو مرض اكتشف في تركيا، ولكن الاطباء المتخصصين في بهجت هم في السنغال، يعني نعم، ولاو هادو الاطباء السنغاليين هما اللي تنبهوا لهذا المشكل ديال بهجت هذا، وكانوا يعني هم يعني اللي بداو كينصحوا على هذا. انا كنت عملت نداء فهذا المشكل ديال فيتامين دي، المشكل ديال البهجات، المشكل ديال اللي زيوزينو في عند الاطفال اللي كيطلعوا، المشكل هذه اشياء طبعا، لان الاطباء عندهم طب اللي قراوا في كليه الطب سيشتبه عليهم الامر، مع الان الاطباء مع لا يعلمون ماذا ياكل الناس، عارفينش البيئه اللي كيعيشوا فيها والتلوثات، ولا يعلمون ماذا يحدثون هذه الاشياء، ماذا تحدث في الجسم. فيجب ان يكون على الاقل هناك اخبار او ما نسميه يعني باتمام، وعلى شكل إتمام دراسة، لما لا؟ لأن هذه الأشياء طبعا يجب أن يكون الأطباء على علم بها. تقرحات في الفم وتقرحات تناسلية، ثم كذلك في الصباح من اللي فيق الشخص واحد العين كتبان مضبة، ما كيشوفش بها، ماشي ما كيشوفش، ولكن كتبان عين وحدة، عين وحدة تتبان مضبة لمدة 5 حتى 10 دقائق. يعني من بعد كتبدا هذيك العين ما كيبقاش يشوف بها، مرات كتبدا يعني تجي، من بعد كيمشي عند طبيب العيون، طبيب العيون غادي يبدا يصحح ليه في هذيك العين، وغادي يبدا يصحح ليه العين كل 3 شهور ولا كل 6 شهور. هو المشكل من الدم هو مرض مناعي، هذه هي الأعراض دياله. أما المضاعفات، يعني مضاعفة مرض بهجت، فهي غير 2، ما كاينش 3، عادي كاين عياء، كاين على مستوى الاعضاء، وكاين عياء شديد، وكاين الم، لا الاعراض الخطيره، المضاعفات الخطيره هي غير 2، لان تخثر الدم اما يكون على مستوى الساقين كيدير فليبيد كيتنفخوا هذوك الساقين، وفي ليبيد راه يعني ولا في ترومبوسيت ولا في اشياء اخرى يعني ماشي. ثم والعرض الثاني هو اللي خطير جدا هو مينانجيتيديس، يعني هنا كيمشي كوما، مينانجيت كيمشي الشخص كيمشي، نعم كيمشي كوما، كيمشي كوما، وعاد من بعد الكوما شنو كاين، واش غادي يفيق ولا على حسب العمر ديالو، على حسب الشخص كيفاش، وعلى حسب الحده ديال هذيك المينانجيتيديس. المشكل هو ان يعني كاين دابا العديد المصابين بهذا المرض وما عارفينش، نعم يعني مشكل ديال التشخيص على مستوى تحليلات الدم يظهر مرض بهجت، نعم يظهر. الان الاطباء بداو يعرفوه. اكيد. فهاد يعني هذا المرض ما كانش موجود، ما كانش معروف، ولا 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 يعني ما كان يعني نادر جدا، ولكن الآن أصبحت نسبة مرتفعة، وهو مرض يذكر من بين الأمراض، يعني جميع الأمراض التي تذكر هي عندها نسبة عالية. على مستوى العلاج فالطب عاجز، ليس هناك علاج، لأن الأمراض المناعية ليس لها علاج إلا الكورتيكويدات، يعني الكورتيكوستيرويد يعني كياخذوا ماشي. فهاد الكورتيكويدات هي الأمراض المناعية كلها، يعني في انتظار دواء. طبعا هاد الكورتيكويدات هي كتنقص من الحدة ديال المرض شوية، ولكن عندها مضاعفات، لأن بهجت يعيش به الشخص طول عمره، وما يمكنش ياخذ كورتيكويدات طول العمر، لأن كورتيكويدات
أقصى ما يمكن تأخذ هي عامين، يعني كانوا عاملين 5 سنين، الآن دابا نقصوا، كانوا عاملين 5 سنين ملي كانت المناعة ديال الناس مزيانة وكان الشخص يعني أما الآن الكورتيكويد الآن ما يقدروش يتحملوه الناس سنة، خاص الأطباء يعرفوا هذه القضية ديال الإنسان الذي الآن ديال 2012 ماشي هو الإنسان ديال 1967 كانوا الناس يأخذوا كورتيكويدات في الستينات والسبعينات وكانوا قادرين، الآن لا يقدر، الآن غادي يمشي ليه الكالسيوم وغادي الحالة دي ينتفخ ليه الكبد وغادي يولي ترانزاميناز طالعين وغادي يولي عنده مشاكل. فمن الأحسن الأطباء تنبهوا لهذا المشكل ديال الكورتيكويدات وانهم لا يتعدوا 6 اشهر الاشخاص، لان ما بقاش 5 سنوات ولا 6 اشهر، لان لي لماذا؟ لان جسم الانسان الان ولا هش ولا تسممات ولا تلوث ولا حاله عصبيه وحاله نفسيه ولا اشياء اخرى يجب ان تدخل في هذه الخوارزميه الرياضيه، يعني في هذا الالغوريتم يعني ميديكال، فخص هذه الاشياء هذه. فمرض بهجت هو صاحبه تيكون عنده عياء كما قلت ما لا يقدر يعمل، علاش؟ لماذا؟ تخثر الدم، لما يتخثر الدم ما كتكونش الدورة الدموية جيدة، ما تيعملوش الوظائف، الأعضاء ما كتعمل جيد، ولذلك على مستوى الكلية مثلا والكبد كذلك على مستوى الطحال كنلاحظ يعني هذا، ثم على مستوى القلب على مستوى العين شبكية العين كتمشي عليهم، هذه كلها أعضاء يعني عندها علاقة بالدم، يعني لأن الدورة الدموية نعم الدورة الدموية عندها علاقة وطيدة وخذوا، علاش؟ لماذا أصحاب السكري كتمشي لهم الشبكية وذلك؟ لأن الدم، ونحن دائما أنص على أن أصحاب السكري يجب أن لا يكون لديهم دم تخن، ولذلك سحبنا اللحوم خفيف. اللحوم من النظام الغذائي لأصحاب السكري، اللحوم ممنوع، اللحوم لما نقول لحوم دواجن وحيوانات، لحوم دجاج بيبي الغلمي البقري المعزيز، اللحوم ممنوع على أصحاب السكري، لماذا؟ لأن هذا هو المشكل، يجب أن لا يتخثر الدم، لأن الكلويد هذه الكلويدات اللي كتجي من البروتينات زائد الدسم كتعطي دم تخن على مستوى الكلية والشبكية يعني والقلب صافي، هذوما الثلاثة أعضاء اللي كيمشيو عند أصحاب السكري. نرجعوا لهذا مرض بهجت، مرض بهجت في بالنسبة للنظام الغذائي ونظام نباتي محض. ممنوع تناول بعض المكونات مثل القهوة، قهوة ممنوعة على أصحاب بهجت، ممنوع المواد الصناعية، جميع المواد الصناعية ممنوعة على أصحاب بهجت، مرض مناعي، جميع الأمراض المناعية هي عند نفس النظام الغذائي، ممنوع المواد الصناعية أو ممنوع الأشياء التي تزيد في سمومية الجسم من التلوث مثلا. ثم يجب أن لا تقترن الحالة العصبية، ما يكونش الإنسان معصب وعدو نظام فقير. هذا هو اللي وقع الآن، دابا الناس ولاو كيتعصبوا بكثرة وفي نفس الوقت عندهم واحد النظام ما كيضبطش ليه من الأعصاب ديالهم، مثلا ياخذ الفاست فود وهو خدام مثلا في شركة، يعني لا طبيعة العمل ماشي شركة، طبيعة العمل في الشركة لو تتخليه نهار كامل ويجري مع الهاتف مع هذا، يعني كيكون مرهق متعصب وكيكون عنده نظام غذائي فقير، ماشي فقير يعني لا يفيد في شيء سريع ولا لأن تفاحة هاد الناس اللي خدامين في الشركات وكيخرجوا يعملوا واحد يعملوا هذا اللي كيسميه واحد وجبة سريعة ولا أي حاجة يقضيوا بها، عملوا فيها لحم شوي ولا سمك ولا أي حاجة. أنا كنقول تفاحة إلا كلوا تفاحة وشربوا ربع ديال الماء مع 12 هي احسن من هذيك اللحوم اللي غادي يخرجوا شويه، لان ما غاديش يهضموها فعلا، ما غاديش يهضموها واخا ياكلوا ما غاديش يهضموها. فمن الاحسن الناس يعرفوا يتعاملوا مع الاغذيه ويسحبوا الاغذيه من الادمغه ديالهم، الناس كيفكروا في الغذاء ما يفكرش في التغذيه، الماكله يكون الماء يكون عنده في المكتب، يكون عنده ماء وفواكه صافي كفى فقط، ياخذ راحه يخرج يدوره كفى واحد 5 دقائق ولا 10 يوقف ويتحرك باش الدوره الدمويه تدور، ياخذ راحه ديال 10 دقائق ويشرب ماء ياكل فواكه ثم يستمر العمل ما عندوش مشكل. هذا مرض بهجت صاحبه خصو يتحرك، هذاك الشيء علاش في الباديه كاين قليل بهجه في الباديه، كاين كثير في المدينه. نعم لان خص الناس يتحركوا وما خصوش تلوث، الناس ديال البهجات ما خصهمش تلوث، ما خصهمش هواء نقي. نعم هاد الناس ديال المدن دابا اللي عندهم بهجات يعني كان الله في عونهم، لان ما هذا التلوث ثم المواد الصناعيه والطبخ، انواع الطبخ يجب ان تكون طبخ طبيعي يعني في اواني جيده اللي تكلمنا عليها بزيت الزيتون، يعني الخضار فواكه كل الاشياء هذه جيده، قطاني نشويات ما عندهمش مشكل ياكلوا كل شيء، شريطه ان يكون طبخ المنزل. مالي اصحاب بهجتي صوموا رمضان احسن ما يكون، كل الامراض المناعيه كيصوموا رمضان ما شاء الله، يعني الناس اللي كيبقاو يخافوا هو بالعكس، هو الصيام يطهر الجسم، وهاد الناس هادو عندهم دم متخثر، عندهم دم لزج فتخن، والصيام يخفف الدم، يعني كنلاحظوا على ان احنا حتى الناس اللي عندهم الامراض الاخرى المتعلقه بالدم بحال ليبرتونسيون بحال المسائل هذه، هادو ملي كيصوموا كيحسوا براسهم جيد ما عندوش مشكل. وحتى لاسيدوز هذه الناس اللي عندهم الاسيدوزيس والناس اللي عندهم سندروم ميتابوليك سندروم، هادو كلهم الناس يصوموا بدون اي مشكل. مرض بهجت ما يتناولوش المكملات الغذائيه، ممنوع عليهم
بحال فيتامين سي، فيتامين سي والحديد مثلا، مكملات ممنوعه وممنوع في الصيدليه. نعم ممنوع اقراص فيتامين سي وممنوع اقراص الحديد على اصحاب بهجه، يعني الاخوان الاطباء يتنبهوا لهذه المشكله ده. ممنوع حديد اقراص الحديد وممنوع اقراص الفيتامين سي لاصحاب بهجه. اذا هما ماشي مشكل نقص في الفيتامينات. لا ماشي مشكل، لان علاش ملي كنزولوا الحديد كنزولوا الفيتامين سي؟ لان الفيتامين سي كتزيد في امتصاص الحديد والميتابوليزم الداخل، يعني الحديد الفيتامين سي كيساعد على الميتابوليزم ديالو. وهاد الامراض هذه هي متلازمه، وكاع جميع المتلازمات كلشي اللي عندهم لي سندروم، جميع المتلازم حتى الثلاثي الصبغيات، جميع المتلازمات ممنوع لهم المواد الصناعيه، وممنوع عليهم الاكل في البلاستيك، وممنوع عليهم يعني هذا كله كيزيد داك تفاقم المرض. الاطفال لما الاطفال عندهم ثلاثي الصبغيات غنتكلموا عليهم ان شاء الله، اطفال ثلاثي الصبغيات يعني هذه ديال التريزومي، هادو والديهم تعطيهم الشوكولاته وكيعطيهم الحلويات والبسكويتات، هي ممنوع عليهم. هذا هو المشكل، لان عندهم مناعه منخفضه وما كيتحركوش وغادي يديروا لوبيزيتي غيغلاظوا. هاد اظن ان يعني مرض بهجه هو بسيط في النظام الغذائي ديالو. دكتور يشير لي رئيس مصلحه التقنيين سي شرف لياقات، يقول لي يعني في داخل السماعه، ما اسمه بالفرنسيه هذا مرض بهجه؟ لا مرضي دو بيسيت، هذا لا المرض بهجه بيسيت، هي عليهم مقراوه بهجه، انا بهجت ولكن كيقراوها بيسيت، لان بالتركيه ولات كتكتب بالحروف اللاتينيه مع الاسف الشديد. نعم. وهي تكتب بالعربيه احسن من الحروف اللاتينيه، لكن هكذا يعني. نعم. هي مرض دو بيسيت بالعربيه بهجت. نعم. وهي مصنفه مع الامراض المناعيه اوتويمين، هذه المرض بهجت. ويتعلق بحاله الدم ويتعلق بحاله المناعه داخل الجسم، لان المشكل ديال معناش الامراض المناعيه، ما هي هذه الامراض المناعيه؟ نعم. هما الداخل هذوك ايمينات الجسم تيوليو كيتضاربوا مع بعضياتهم. نعم. يعني كتولي واحد الحرب داخليه في غير يا دكتور هاد الاعراض. نكمل. نعم. الله يجازيك بخير. نعم تفضل. النظام الغذائي من الاحسن الناس كيتسناوا في اللائحه يزولوا ما يتناولوش اقراص الحديد اقراص فيتامين سي، وما يتناولوش المكملات الغذائيه اللي كتباع في الصيدليات وفي بعض الاماكن اللي كيبيعوا المواد الطبيعيه بين مزدوجتين، مواد طبيعيه اقول بين مزدوجتين، لان الناس كيكذبوا. ليس هناك ماده طبيعيه الان تباع معلبه، ليس هناك مادة طبيعية تباع معلبة، أنا أقول. فيجب أن يتقي الله هؤلاء الأشخاص. يعني هناك مواد فيها البنزوات والصربات وكاتبين عليها طبيعي بيو، وكلمة بيو الآن أصبحت كلمة مغرية فقط. نعم. يعني هذا. فالأشياء الطبيعية التي تجي في الطبيعة ونشتريها طازجة ثم نأتي بها إلى المنزل، بدون مبيدات، والبذور ما تكونش مغيرة وراثيا. من له هذه المنتوجات فهو عنده منتوجات طبيعية، من ليست لديه هذه المنتوجات فليتقي الله، لأن المياه التي تسقى بها، لأن السماد التي يستعمل، حتى غبار الحيوانات، الناس اللي كيستعملوا الغبار ديال الأبقار الحلوبة ليس لديهم منتوجات طبيعية، ولا يكذبون على الناس. لأن هذه البراز اللي يعني هذا الغبار ديال الحيوانات قد يكون فيه العلف المغير وراثيا، وغادي يخرج الأبقار غادي يرميه وغادي يمشي للطبيعة، ولا يكذبون على الناس، لا يكذبون على الناس، يعني فليتقوا الله. فهذه الأشياء الطبيعية هي الأشياء اللي ما زالت في الجبال، ومازال الناس ما عندهمش يعني ابقار حلوبه ولا يستعملوا السماد ديالها، مازال المسائل. وحتى الجبال الان مع حتى الجبال الان مع المشكل ديال التشعيع، ثاني الجبال هذوك المواد النباتات الطبيه او العطريه الان هي ملوثه بالراديياسيون، يعني عليا كاين هناك اشياء كثيره. فالناس تكون عندهم فكره بعدا، يجب ان يعلم الناس هذه الاشياء، ان يعلموا خير من لا يعلموا. حتى الطبيعه لم تسلم. أنا أكيد لا، هذا أكيد. خصوص مشكل الآن يعني كاين حملة عالمية دولية ضد المبيدات، نحن بدأنا هذه شهرين، ولكن هذه الحملة هل بدأها الإعلام المغربي؟ لا، لن نسمعها، لن نسمعها. نحن بدأنا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بدأنا هذه مدة 3 أشهر مع الحملة العالمية، بدأنا ضد استعمال المبيدات. هما كيقولوا ضد استعمال الترشيد العشوائي، نحن ضد استعمال المبيدات، لأننا المغرب ماشي كندا، لأننا المغرب، والمغرب بلد أخضر ويجب أن يبقى أخضر. دكتور أنتم دائما تحثتم على يعني نرجعوا للماضي البلدي، هاد كلمة البلدي استغلوها يعني. نعم استغلوها بحال مسألة بيو. ولكن المغاربة ما كيتقرصوش مرتين، لا. نعم. المغربي لا يلسع مرتين. نعم. سيولدغ مرة ولكن صافي غادي يحبس. نعم. الناس ما بقاوش، علاش المغاربة ما بقاوش كيشريو الزيت البلدية والعسل في السبعينيات والثمانينيات؟
المغاربة ما كانوش كيشريو الزيت من السوق ولا العسل. لماذا؟ لأن كانوا كيشريوه بداو تيغشوا الناس المغاربة تراجعوه، حتى وصل العسل الثمن ديال 700-800 ريال، يعني 40 درهم للكيلو. الآن العسل ديال 400 درهم للكيلو لا يعقل، كثر لا يعقل، لا يعقل. الدولة الوحيدة اللي فيها العسل بثمن مرتفع هي المغرب، لا يعقل. وراه ليس عسل خارق للعادة، نعم عسل جميع الدول طبيعي، وحتى الناس هذا العسل الإفريقي اللي كيدير مع 30 درهم ولا 25 درهم، فهذا ملي كيدخل المغرب كيولي ب 300 درهم. هذا لا يعقل، انا كنقول لا يعقل، لان لا يمكن تعايشوا، لا يمكن يكون مجتمع متماسك، ولا يمكن ان تنحن بهذه الطريقه. غادي نتعلموا حنا ديك الاله الراسماليه الامريكيه اللي غادي الناس مابقاو يعرفوا لا الله ولا الاحسان ولا الرحمه ولا تشي، غادي يبقى يعرف غير الفلوس، وهذه ما بغيناش هذه المرحله، لا نريد هذه المرحله، هذه لا نريد. لكن الناس بسطاء والله. هذه ثلاث ايام كنت في المنطقه ديال الصفر وديال سكوره، قليل اللي كيعرف هذه سكوره، هذه كاين اللي الناس يعرفوا سكوره ديال الجنوب، ولكن راه كاين واحد سكوره حدا الواتا، من الطريق ديال الواتا من جهه صفر، نعم راه صفر، هي بينها وبين ابو المنجبل، غير هي ما كاينش الطريق، يعني مشيت تمشيو من صفر. هذه المنطقه ديال سكوره فيها زيتون من عهد المرابطين، من عهد المارينيين، عجيب. أشجار، نعم اشجار الزيتون عريقه واصيله، ولكن ما خاضوش منها الغرس. احنا كنجيبوا دابا الغرس من ايطاليا، وهذا عار على المغرب باش يجيب الاغراس من برا، عار، انا اقول عار على المملكه المغربيه باش تجيب الاغراس من دول اخرى. لا العنب ولا الزيتون ولا الليمون ولا شيء. المغرب عنده تقنياته، عنده وزاره الفلاحه فيها تقنيين بارعين، عندنا فلاحه بارعين، عندنا ناس اللي كيفهموا الشجر، الناس اللي كيعرفوا كل شيء. هذه المنطقه هذه فيها التمرسيت اللي كيقول لها تميجه، تميجه في المدن الاخرى، وفيها الازير، وفيها العرعار، وفيها الزعتر، وفيها الزيتون، وفيها الرمان، فيها الرمان، وفيها الرمان الحامض، فيها واحد النوع ديال الرمان الحامض، هذاك الرمان الحامض هو يصلح لاشياء هذه. فهاد المنطقه هذه كيمشيو الناس تما، كينتفوا هذاك الازير كيجيبوه، حتى الطريقه باش ياخذوا الازير هي طريقه غير شويه. فانا ملي مشيت تما ما شاء الله، يعني منطقه، يعني ما شاء الله جنه نعم. يعني جنه، والماء، المياه هي منطقه الغنيه بالمياه، جميل. في العالم رقم واحد في يسفروا، لان يعني السواقي تتمر من قدام الناس، كيغسلوا المعان، كيخرجوا يغسلوا المعان قدام الدار ويدخلوا، يعني السواقي. وهذه ملي كينعم الله سبحانه وتعالى على جهه بالماء فهي اكبر نعمه، ملي كينعم الله سبحانه وتعالى، لان الماء هو اصل كل شيء. يعني فهذا المرض بهجت هو مرض اللي مصاب به خصو يرجع للطبيعه، فقط باش نبسطوا للناس، خصو يرجع للطبيعه، خصو ياكل طبيعي، والماكله ديالو تكون طبيعيه، وما ياكلش خمسه الوجبات في اليوم، ويحاول يلتزم بشويه الجوع ويتحرك، والاكل ديالو لا كان نباتي غادي يساعده، ولا الى 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 زول، الى تحبس، الى توقف على تناول المواد الصناعيه والفاست فود والاكل في الشوارع وفي الازقه، ويعني يكون الماء ديالو جيد، يشرب الماء العين ولا ماء البئر ولا ماء مفلتر ولا ماء مغلى ولا اشياء، ما غادي يخصو والو، لان الطبيب كيعطيه كورتيكويد فقط. كورتيكويد خصو ياخذها في الاول، لان المرض ديالو ما غاديش يتحمل، ما غاديش يقدر، ويبقى ينقص من خمسة مثلا ميلي جرام، يبقى ينقص 4-3-2-1 حتى يولي صفر. ما يكون عنده حتى مشكل، لا باس، واخا علي انا لا اسمح، ولكن لا باس، لان الشخص كيكون مريض نفسيته كيبغي ياخذ دواء، هو ما كاينش الدواء، خصو يعرف بان بهجت لا دواء له، يعني لا امريكا ولا اوروبا صافي، الامراض اللي اوتوامين علنوا على انهم لا دواء لهم، كيمشيو بالكورتيكويد فقط. السكليروزيس هذه الملتيبل سكليروزيس تصلب لوائح الان كيديروا الانترفيرون، علاش؟ لان كيديروا واحد بوس، يعني واحد نوبه، يعني كريز، كياخذوا الشخص شويه كيهدؤوه بهذيك، كيحقنوا له هذاك، يبقى عندهم في المستشفى، من بعد كيمشي كيعيش بها واحد 6 شهور ولا عام ولا شني، ولكن هذا هو الحل الان اللي موجود الان. ربما تظهر حلول، الله اعلم، ربما تظهر حلول، انا لا اظن انها ستظهر حلول، وتظهر حلول تجاريه فقط، شركات سيبيعون منتجات فقط دروغ، ولكن لا أظن أنه سيكون حل، وأنا لا أظن أنه سيكون حل للسرطان. والحل الوحيد للسرطان هو الرجوع إلى الطبيعة، الاحتكاك. كلما ابتعدنا من الطبيعة فنسقط في هذه يعني الشبكة ديال الأمراض. إلى التزمنا بالطبيعة، مرض بهجت هو مرض يتعلق بالحضارة، يعني كلما الناس خرجوا على الطبيعي في نمط عيشهم، وكانت النفس النفسيه ديالهم مضطربه ولا شيء، يصابون ماشي غير ببهجت، يصابون بكل الامراض المناعيه، ولكن اظن انهم الى زولوا المواد الصناعيه والمكملات، ما ياخذوش الاقراص ديال فيتامين سي والفيتامين هذا، ويحيدوا اللحوم، يزولوا اللحوم. من لما اقول لحوم، جميع اللحوم بدون استثناء، جميع اللحوم، انا لست كالاطباء، ما تاكلوش اللحم وكلوا الدجاج، خطا. جميع اللحوم فهي لحوم، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي،
جميع اللحوم فهي لحوم. باش ما كاين لحوم اخرى دكتور بحال الارنب؟ ان كثير من الناس الان تكلمنا في الحلقه ديال ليبرتونسيون. نعم. وسمعنا الناس شنو خصهم يعملوا. نعم. ولكن ما تقوش بالكلام ديالنا والطبيب ديالهم تيقول لي زول اللحوم وتاكل الديك الرومي. فهذا الشخص هذا كيعمل التحليله كيلقى الكوليسترول زاد، كيلقى الكوليسترول طلع ارتفع. نعم. فلا يمكن، لا يمكن تصلب يعني بعض النساء تيقول لك بانهما عندهم ارتفاع الضغط وتيطبقوا النصائح ديالك، ولكن ملي كياكلوا مثلا كما قلتم الديك الرومي او الدجاج يعني ان الطبيب ما تقول لك ما بغاش يهبط لي هذاك الطونسيون. طبعا ما يهبطش. تقول لا راه مازال تتاكلي. طبعا ما يهبطش لان لا، ولكن ما خصش تكون نصائح متضاربه. نعم. خصوص على مستوى الاذاعه الوطنيه. فعلا. لان عندنا القسم الفرنسي والقسم الامازيغي والقسم العربي وعندنا اذاعه محمد السادس القران الكريم. فربما واحد الشخص غادي يحل الراديو ديال اذاعه محمد السادس غادي يسمعنا احنا كنتكلموا على مثلا عدم غسل الفواكه بجافيل. ما خصش يغسلوا الناس جافيل وما خصهمش يقيسوا جافيل بيديهم وما خصهمش يغسلوا المعن بجافيل وما خصهمش يديروا جافيل يعني في الماكينه الصابون وما يقيسوه ما يشموه ما ينظفوا به حتى الارض. وعلاش نستعمل؟ لان الكلور الان الكلور والفليور هما اللي يهلكوا الناس. هذا ما خصهم يعرفوا هذه القضيه. فمع الاسف الشديد ملي كيشعل الراديو ملي كيحل الراديو مثلا ديال القسم الفرنسي شينانتير غادي يسمع طبيب كيتكلم بالفرنسيه وكيقول للناس عملوا واحد الملعقه ديال الجافيل وغسلوا بها الفواكه مثلا. هذا الشخص المغربي اللي غادي يسمع هذه لا فريز ولا اي شيء اي يعني شيء هذه كارثه. هذه كارثه يعني هاد الاشخاص هادو قراو في الستينات والسبعينيات مع الاسف الشديد ما قراوش المشكل ديال الخطر ديال الكيماويات اللي كاينين. هما في بالهم ان الكلور كيقتل سالمونيلا تيفوزا يعني هذيك الميكروب ديال التيفويد وانه مطهر وانه يقتل جميع الميكروبات. والكلور كانوا كينظفوا به حتى الاسنان. اطباء الاسنان كانوا تينظفوا الاسنان بالكلور. نعرفوا الناس هذه. فهذه المصيبه العظمى الان ان المطهرات والمنظفات اللي كاينين في الديور ديال الناس النساء ما خصهمش يقيسوهم بيديهم. المواعن الاواني خصهم يتغسلوا بواحد الصابون سائل. يشريو راه كاين صابون سائل يشريوه يغسلوا به وما يغسلوش بهذيك المصائح التصبين. كيخلط النساء اش كيديروا؟ كيخلطوا مصائح التصبين مع جافيل وكيحكوا بها وكيقيسوها بيديهم ومن بعد كيتشكاو علينا بالمسائل هذه. فلازم حتى رائحه الكلور في الدار الا شموها الاطفال راه ماشي سهله لان الكلور هو غاز سام. هو الفليور كذلك الفليور كينظفوا به سنانهم الناس. هذا انا واحد الوقيته كنت نصحت الاطفال ما يعملوش الفلور في فمهم ونادت واحد الضجه. علاش؟ لان الطفل ما غاديش يعرف يشلل فمه. غادي يسرط هذا غادي لابد ما يبلع هذاك الفليور. وكنلاحظوا الان وانا انتظر انا اول واحد يقولها ولا زلت انتظر ان المشكل ديال كومبيلوباكتير بيلوري هاد البكتيريا ديال القرح المعده اللي كلشي الناس كيتشكى منها. هات هي من من؟ لان هذا الفليور ديال الدونتيفريس ملي كيسقط في المعده هو كيشجعها. خاص الناس يعرفوا هاد الامور هادي الالومنيوم والفليور والمسائل هادي كلها ولات تشجع هاد البكتيريا هادي. وسبحان الله وهاد البكتيريا المواد الطبيعيه تقتلها المواد الصناعيه تشجعها. هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى في الكون. يعني ان في المعده هاد الهيليكوباكتير بيلوري المواد الطبيعيه تقتلها. علاش؟ لان المواد الطبيعيه تحتوي على حمض الطانيك والإيلاجيك فلافونويدات والبوليفينولات وان هاد البكتيريا بحال الرمان مثلا كانوا كيقولوا الرمان كيصلح المعده. علاش؟ لان غير في حمض الإيلاجيك وحمض الطانيك وفي فلافونويدات فقط. والفلافونويدات موجوده ماشي غير في الرمان كاينه في البلوط كاينه في الزيتون كاينه في الزعتر كاينه في جميع المكونات. المواد الطبيعيه تقضي على هاد البكتيريا المواد الصناعيه تشجعها. عجيب. لماذا؟ لان كيولي هذيك لاسيديتي اكسيسيف وهي كتبغي هي كتعيش على بي اش 2 عاد كتعاد. فمع الاسف الشديد هذه الاشياء لما نقول نصائح يعني ولو اننا نبتعد في الموضوع يجب ان نبتعد من الموضوع. علاش؟ دائما للتذكير. فهذه الاشياء الناس لما كيسمعوا نصيحه يتوكلوا على قلوب بسم الله. لماذا؟ لاننا في اذاعه محمد السادس القران الكريم راه لا يمكن ان نضلل الناس. اقولها واكررها وقلتها شحال من مره لا يمكن ان نضلل الناس. المعلومه كتجي علاش؟ لاننا ماشي ساسال عليها من طرف القانون ساسال عليها من طرف الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. الله هو اللي غادي يسولني غادي يقول لي هاد الاشياء هذه. فما علمنا الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي تعلمنا راه هو هذا. الان ولات شبكه العنكبوتيه. الان من المستحيل ان يكون تعتيم اخباري. من المستحيل على الصحافه الان تعتم لان الناس الان ربما في بلد ما يضحكون
يشكون على الصحافه، يخليوا الصحافه تكتب على اشياء هكذا، ولكن هما راهم عارفين المسائل من جهه اخرى. كيدخلوا الشبكه العنكبوتيه ويبقاو يضحكوا على الصحافه، علاش؟ لان الشبكه العنكبوتيه الان بجميع اللغات، حتى الان غادي الامازيغيه غادي تدخل الشبكه العنكبوتيه بجميع اللغات، التركيه والروسيه والانجليزيه الاسبانيه، مع المغاربه الحمد لله انعم الله عليهم بهذه اللغات، ولاو كيدخلوا بالعربيه بالفرنسيه بالاسبانيه بالانجليزيه، ولاو كيجبدوا معلومات وكيخليوا الناس الاخرين كيتكلموا على اشياء هكذا. ومع الساتيلايت الان، ربما الشخص يعرف اي حادث هنا في المغرب، غير المغرب، يعرف اي حادث في اي مدينه عبر الساتيلايت في العالم. وهذه الشيء علاش كنقول انا هذه القضيه ديال الخبر ما بقاش خاصو يت، بالعكس ما خاصوش يتعتم، لانه واخا يتعتم غادي يسمع، هو كيف ما كان الحال غادي يسمع فيجب ان، لذلك انا اقول في هذه اذاعه محمد السادس القران الكريم هي صوت الحق. فالناس يعني هي اذاعه، اولا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كنتعاملوش مع، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، يجب هذه الاشياء نقولها، مرض بهجة لا دواء له، لا نكذب على الناس. الاطباء كيعطيو كورتيكويدات باش يهدئوا من المرض في انتظار هذاك الشخص، ولكن ما كيعطيو، خاصهم يعطيو كورتيكويد وينصحوه باش نخصو يعمل، ماشي ياخذ كورتيكويد ويبقاو يعمل التحليله كل 3 شهور وكل 6 شهور والسيد يعني لا يعقل الشخص باش يبقى تحت التحليلات ديال الدم لمده 15 سنه، راه لا يعقل. لا يعقل، يبقى دائما مريض، لا يعقل، لا يعقل، خاص الطبيب يعرف هذه القضيه. هذاك الشخص هذا غادي يمل ديك البره اللي غادي ياخذوا ليه بها الدم، يعني كل 3 شهور كل شهر كل شهرين، راه لا يعقل، عاد غيزيد يمرض. لا يمكن هذا الشخص هذا. فعلى الاقل ملي نشخصوا بهجت الشخص يقول بسم الله، يرجع الاكل ديالو الطبيعي، يرجع للعيش الطبيعي، نقص شويه من الحلال، يتحرك شي شويه، يكون الماء ديالو نظيف، تكون الاكل ديالو نباتي، يحيد اللحوم اللي فيها الدسم، يحيد المواد الصناعيه، المارغرين، يحيد حتى زيوت المائده، يطبخ بزيت الزيتون، لان كنتكلموا على الامراض، اما الناس اللي صحاح راهم تيطيبوا بزيت المائده ما عندهاش مشكل، ولكن الناس وحتى الناس اللي صحاح الا بغاو يبقاو بصحه جيده يلتزموا بالطبيعه. انت ان زيت الزيتون هي زيت طبيعيه، زيت جيده، والخضر والفواكه والمسائل هذه ما عندهمش مشكل الناس ياكلوها، يتجنبوا كما قلت هاد المواد الصناعيه وهاد اواني الطبخ اللي تكلمنا عليها في هذيك الحلقات، ثم ان شاء الله ما يكون عندهم حتى شي مشكل. الاشياء اللي كتحد من مرض بهجت هي اشياء كثيره في الطبيعه، هي المضادات للاكسده، جميع المضادات للاكسده، كاينه جميع النبات، ما كيبقاوش الناس يبيعوا للناس العشوب، هذه راه تصلح للمعده، هذه راه تصلح للعين، هذا جميع ما خلق الله على وجه الارض هو طبي. حتى الخبز طبي، حتى الشعير في البيتا غليكانو في الكرام، يعني ليس هناك شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بدون اهميه، غير هو القسط الطبي، مع الاسف الشديد ذاك القسط الطبي اللي مخلوق في النبات، مع هذه التقنيات الحديثه ومع هذه الدور الزجاجيه ديال البلاستيك، مع مياه الري، مع التغيير الوراثي ديال النبات، مع خروج المنتوجات عن موسمها والى اخره، فنقص. الخرشة في البلدي كانت في 25 يعني سيليمارين، الان ولات في 2.5، يعني هذاك الشيء علاش دابا الرومي، علاش المغاربه، علاش المغاربه اذكياء كيعرفوا الرومي والبلدي. شوف غير المذاق والرائحه ديال البلدي، ماشي هي المذاق، معنى المذاق، المذاق هو التركيز ديال المكونات، ملي كيكون الشيء، ملي دابا الناس ولاو كياكلوا اللفت كيجيو ماشي اللفت، لا مذاق ولا رائحه له. هذا وهذا الجزر دابا ولا مسوس، ما بقى لا حلو ولا مذاق له ولا رائحه له. وهذه هذه المشاكل هي اللي هذه 15 عام وانا كنحذر منها، ان الناس يحترمون الناموس الكوني، يجب ان نحترم الناس الناموس الكوني، هذا قانون ما كيدخلش في هذه المسائل هذه، هذه تدخل فتقوى الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحترم الناموس الكوني، أن نحترم الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى، أن نحترم الزمن. ليس هناك ديانة قبل الإسلام تعاملت مع الزمن إلا الإسلام، الإسلام كيدخل العامل الزمن في 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 يعني في 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 حياة الناس. دكتور، نعود إلى يعني أعراض هذا المرض، ذكرتم يعني أنه يعني يصيب شبكة العين ووضحتم ذلك، ولكن عندما يصيب الدماغ والمفاصل والأمعاء كيف ذلك؟ نعم، ما خصوش يوصل لهذيك الحاله. لا حنا تنقولوا نفترض اذا وصل عليه الشخص ملي كيدير فليبيت، ملي كيتنفخوا ليه رجليه وكيمشي للمستشفى، كياخذوه الاطباء عندهم في المستشفى، كيديروا ليه واحد لانتيكواغيلون وتيخليه تحت المراقبه، طبعا ماشي غير انتيكواغيلون، كياخذ اشياء اخرى ديال الدم. هما عليا الاطباء الان عارف كيعرفوا يتعاملوا مع الامراض المناعيه، كيعرفوا يتعاملوا بالحد اللي وصل ليه العلم، يقدروا يجيبوا حتى حاجه من عندهم، العلم واصل لواحد الحاجه كيديروها فقط، اما يزيدوا شي حاجه اخرى ما عندهم ما يزيدوا. فاللي كاين الان هو غير كافي،
لان هذا الشخص مثلا الاكل ماشي كلشي اللي كيديروا في ليبيا عندهم باش بهجت لان لي ترومبوسيتوز والمسائل الاخرى. كاين اللي ما عندوش حتى ترومبوسيتوز وعنده في ليبيا, كاين اللي كيتنفخ ليه هاد رجليه. ف هاد الحاله اللي وصل ليها ليا الاعضاء ديال الشبكيه مع الاسف الشديد هي حاله متقدمه بعدا. فمرض بهجت ملي كيظهر في الاول ديالو الشخص كيرجع للطبيعه, كيولي الاكل ديالو جيد ولي يعني ما كيتزادش, يعني ديك السرعه اللي كيتزاد بها مرض بهجت ما تكونش هي. ومرض بهجت يعيش به مولاه ولكن يعيش منهك ويعلين يعيش مريض كما نسمي يعيش مريض هو نعم يعيش مريض ويعيش منهك. نعم يعني هاد المفاصل واش كيحس مثلا شي الام الامعاء تيحس مثلا كيحس بالالم واش فعلا الاطباء غادي يوصلوا بان راه عنده مرض بهجت؟ لان الكثير منهم تيقول لك انا عندي دائما مسار ديالي كنحس بالالام كنحس بالمفاصل ديالي ويمكن تعطيهم تشخيص اخر. لا علي طبيب حيت ما عمرني انا ما سمعت شي واحد قال لي راه عندي مرض بهجت. طبيب من خلال الاستماره ديال الاسئله, من خلال الاسئله ديال هذا ومن خلال الفحص الفيزيائي للجسم كيشك في جوج ولا ثلاثه الامراض, بعض المرات كيشك في خمسه. كيطلب باش يكمل التشخيص كيطلب تحليله, كيطلب مثلا راديو, كيطلب ايكوغرافيا ولا حاجه هكذا. وبعد التحليلات مثلا بحال التحليل الهرموني ولا التحليل ديال الايمينات المناعات بحال الاي جي جي بحال الاي جي ال اي جي ام, هادو كيطلبهم الطبيب باش يعرف الحاله ديال الجسم فينا هي. بحال دابا مثلا سيلياك ولا كيتعرف بالاي جي او, ولا الاطباء كيطلبوا التحليله ديال الدم باش يعرفوا هذا السيلياك مرض سيلياك. مابقاوش كيعرفوها بالاسهال مؤلم ولا ماشي مؤلم واش دائم واش مع القمح ولا غير القمح. يعني كاين الناس الان اللي عندهم سيلياك وكياكلوا القمح ايش مشكل سبحان الله. لا ماشي كياكلوا القمح, كياكلوا القمح لكن ما يعملوش اسهال, عندهم سيلياك ولكن بدون اسهال. فهذا التشخيص ديال البهجه والاطباء الان يعني من خلال الاسئله المريض يعني تقريبا ولا كيتشخص على 70 حتى 80% ولا ملي كيشكوا في بهجه تتكون مرض بهجه. هذا القليل انا ملي سالت الناس يعني القليل اللي تعرفوا يعني نادر. لا كاين موجود. لا الناس يمكن ما مداولاش هذا الاسم ما مداولش. لا مريض بيسات مرض بهجه ما عليا وما الاطباء بعض المرات كيقول مريض اي مرض عندك شي حاجه في الدم عندك هذه. الامراض المناعيه الان مع الاسف ليس بهجه فقط ولكن الامراض المناعيه كثرت وبدات كتكثر في المغرب بواحد الشكل رهيب جدا. لان عندنا السكليروز اون بلاك الان الملتي سكليروزيس عند الناس عندهم 20 عندهم 20 و 24 عام الان الشباب الان عنده الملتي سكليروزيس. وهذه الامراض المناعيه اللي كتعلق بالدم هي تاكل وحرب داخليه لخلايا الدم في الانسانيه بدات كتكثر. علاش؟ لان برمجه الجسم الان وقع اختلال على مستوى من علي. انا لا اريد ان ادخل في تفاصيل لان المستمع الكريم خصو يسمع حاجه بسيطه يعمل بها, اما الاشياء الاكاديميه ما عنده ما يدير بها. لان هنا فقدان برمجه في داخل الجسم, لما الجسم برمجه معنى البرمجه داخله فيها فيزيولوجيا الجسم واناتوميا الجسم وداخلين فيها الهرمونات والايمينات وداخلين فيها الموصلات العصبيه وفيها كل شيء الفيتامينات والانزيمات كلهم داخلين في هذه البرمجه اللي سميتها خوارزميه. نعم. هي معقده يعني ملتي فاكتوريال معادله. نعم. فهذه البرمجه لما يقع خلل على مستوى انزيم او هرمون ما ثم تبدا خلايا الدم بعنا برمجه خلايا ما كتبقاش تعرف بعضياتها كتلف. نعم عاد الخلايا هي على انواع, لان كاين الخلايا مثلا اللي متعلقه بسرطان, كاين خلايا اللي متعلقه مثلا بالحساسيه, كاين خلايا على مستوى الفيزيولوجيا الجسم يعني امر معقد جدا. فهذا مرض بهجت هو خلل على مستوى برمجه الجسم كاع المرض الاوتويمين كاع الامراض المناعيه. كيف الجسم تولي عنده مناعه زائده؟ كيف يعقل؟ يعني الناس كتقول لي عندك مناعه زائده ما كيفهمش. هذه المناعه اذا فات العلم هذا لان وقع خلل في البرمجه, وقع خلل يعني في إفراط إنتاج بعض المكونات التي تجعل إنتاج خلايا دون خلايا أخرى. لأن كل مجموعة من الخلايا لديها خلايا تقابلها لتعمل بانضباط. يعني أعطيك مثلا بحال مثلا CD8 خلايا CD8 هذه متخصصة في التعرف على الخلايا السرطانية تقتلها. إذا خلايا CD8 ما كانتش في الجسم إذا انقرضت في الجسم يظهر سرطان. أكيد. والأشياء التي تقضي على CD8 هي المبيدات والديوكسينات والمسائل الكيماوية مع الأسف الشديد والمعادن الثقيلة. إذا دكتور إذا سمحتي غادي ناخذوا أولى المكالمات تشير إلى إيمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ سعاد من فاس. مدينة فاس. أهلا سعاد وأهلا بأهل فاس. تفضلي. شكرا أختي لطيفة. مرحبا. ونشكر الدكتور الفاضل محمد السعيد. أهلا وسهلا. وشكرا للطاقم
المشرف على هذا البرنامج. لكم جزيل الشكر. الله يبارك فيك. شكرا. اختي عندي واحد جوج الأسئلة. نعم تفضلي. واحد عندي خارج الموضوع إذا كان ممكن. مرحبا. عندي السؤال الأول، ما هي أعراض المرض بهجت؟ المأكولات التي يجب أكلها. نعم. وعندي السؤال الثاني، عندي مرض الشقيقة، يعني هذه كنعاني منه شي سنين، لدرجة أنني يعني ماين في الفراش. نعم. ما خليت طبيب، ما خليت تحاليل، ما عندي حتى حاجة. بغيت نعرف هي المأكولات اللي كتسبب هذا يعني الألم الشقيقة، يعني الألم نصف الرأسي. ولكم جزيل ولكم جزيل الشكر. شكرا سعاد، مرحبا. هو يستحق هذا المشكل ديال ألم الرأس الحاد الشقيقة حلقة كاملة. يستحق حلقة، لأن يعني حتى صفحة الفيسبوك كيسألوا عليه. تشكاو من هذا المشكل ديال الشقيقة، هو عنده أعراض كثيرة وعنده مسببات كثيرة. ربما تكون خارجية. ذكرات الأغذية. لا ربما تكون خارجية، كاين شخص كينعس براسو عريان وكيكون عنده واحد البرد، واحد الصديد صغير ديال البرد كيدخل من النافذة ومن الباب، ولا يكون عنده كورون دير، يكون عنده واحد تيار هوائي بحال حد السيف. أكيد، لكن عنده هذا تيار هوائي في البيت، النوم ديالو وكينام بالكيحش بيه ديالو عريان ولا شيء، هذا كيحس به. خاص الناس بعد على الأقل يتنبهوا لهذه المسألة، هذه يغطيوا رؤوسهم ولا يشوفوا في الليل واش عندهم تيار هوائي داخل البيوت ديال البيت، غرفة النوم وما إلى ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى كاين سيدات عندهم سيدات وحتى الرجال، الرجال والأطفال على الخصوص. أن كاين بعض الغازات الآن كيشموا على حسب المنطقة اللي ساكنين فيها والمدينة. إذا كانوا ساكنين في شي مدينة قرب المصانيع ولا السدور ولا مثلا دوك اللي كيعمروا قنينات، اللي عمروا قنينات الغاز ولا اللي كيعمروا الباتريات ولا حاجة، هذوك البطاريات، فكيكون بعض الروائح ديال بعض الغازات اللي كيستنشقوها، وهذيك الغازات لينالاسيون، هذوك الغازات يعني حتى السراج ديال الصباط، السراج ديال الحذاء، حتى المواد اللي كنضفوا بها الأظافر، هذاك الديليون اللي كي النساء كيغسلوا به الأظافر ديالهم كيشموه، والمطهرات، المطهر، المواد المطهر المنظفه هذيك اللي كيطهروا بها مبيدات الحشرات، مبيد الحشرات، المهم جميع الروائح، حتى الغاز الطبخ، بعض المرات يكون واحد الفويت، يكون واحد التسرب ضئيل جدا ديال الغاز من المطبخ، وما كيشموش، هذا كيساهم في الم الراس. نعم اكيد، هذه اشياء خارجيه، يعني خص الناس ينتبهوا بعد على هذه الغازات واش ما كاينينش. كاين اشياء اخرى، هاد لينالاسيون، يعني هاد الغازات هذه هي جميع الغازات تحدث هاد الالم، الالم الراس الحاد هذه، يعني واخا تمشي عند الاطباء العالم لا، يعني كيتعرف هي ما عرف السبب، هي الطبيب غادي يعطيها واحد لونتيان في المطبخ، ولكن المشكل ماشي تما، المشكل هو هذا الشخص ما يمكنش ياخذ مثلا حبات الاسبرين ولا الباراسيتامول طول عمره. هذا هو المشكل، انا الدواء وقتي، الدواء كياخذ نعم. حتى الطبيب الى شاف بان الدواء خديتيه واحد المده وما تيحبسه، انا لا، لان الدواء تاو عنده اثر. نعم الدواء تاو عنده اثر، وليس هناك دواء بدون اثر جانبي. والناس الغريب ان المرضى الان ولاو كيشريو الدواء من الصيدليه وكيمشيو للانترنت، كيمشي للانترنت، وكاينين الان من الاطباء كيسميوه عصيان، انا لا اسميه عصيان، انا اسميه حريه الشخص، هذا ليس عصيان، هذه حريه الشخص، البحث وحب المعرفه. انا شخصيا اتصلوا بي الناس شراو الدواء ومشاو للانترنت وقراوا المضاعفات ديالو، ما خداوش الاثار الجانبيه. نعم هذا نعم، فهذا هو جيد، هذا وعي، لا انا نريد هذا، انا بالعكس انا اشجع، اشجع على هذا الوعي، علاش باش ما يبقاش تهور مع الاطباء، يبقاو يتصرفوا مع المرضى بحال نعم، خص المريض يعرف هذاك الدواء ويمشي للانترنت ويبحث ويسول عاد يستعمل الدواء هذا. اما هذيك الثقه العمياء انا لا اشجع عليها، هذه الثقه العمياء لا اشجع على الثقه العمياء. نحن نعيش في عصر التفتح والحريه وعصر المعرفه وعصر العلم، فالناس على الاقل يعرفوا بان راه كاين شي حاجه اخرى. علاش باش ما يبقاش التهور؟ لان الناس من قبل كانوا في محاضرات يقولوا اي شيء، الان ما يقدروش يقولوا اي شيء، اكيد كانوا كيجيبوا معلومات خاطئه، الان ما يقدرش يجيب معلومات خاطئه، لان يعني انا في المؤتمر يلا اللي كان في فاس، المؤتمر ديال الاعجاز، واحد الشخص، واحد الاستاذ سعودي، اللي هل هذه الاشياء موثقه؟ قلت لي لو لم تكن موثقه قلت لي ما اتيت بها، لان انا عرفتك غتمشي للانترنت. قلت لي اي كلمه من هذه الشرائح ديالي، اي كلمه تكتبها في الانترنت غادي تخرج لك هذه الحقائق، انا غير لخصت الحقائق واتيت بها فقط. كاين ابحاث ديالي انا شخصيا، كاين حتى ديال العلماء آخرين، ولذلك في المحاضرات الأكاديمية يعني السيمينار، هادو العلماء مع بعضياتهم حقوق طبعا غير محفوظة،
إذا كانت تستعمل لمحاضرة فقط، ولكن إذا كانت تستعمل لأغراض تجارية طبعا كاين حقوق الطبع. طبعا يعني حتى أنك مثلا تأخذ صورة مثلا من الإنترنت تقري بها التلامذ في المدرسة الابتدائية ولا في الكلية، لا مسموح به، وهي لاش مديورة في الإنترنت مديورة الماء، ولكن أنك تستعملها مثلا لأغراض أخرى ديرها في كتاب، ديرها في كتاب وتبيعه ولا حاجة، لا هذا شيء آخر. هنا القانون عنده كيبيع طبعا يمنع ذلك. هذه السيدة هذه كاين أكل، أنواع ديال الأكل اللي كتسبب آلام الرأس، من الأجبان، جميع الأجبان، الفروماج بالفرنسية، تشيز بالإنجليزية، جميع أنواع الأجبان، والقهوة والحلويات، حلويات، جميع الحلويات من الايس كريم حتى الشوكولاتة، هذه من مسببات الام الراس. الحلويات والاجبان، علاش؟ لان المونوسوديوم جليطامات، لان الحلويات فيها المونوسوديوم جليطامات، هذا هو المشكل، وكاين الاسبارتام وكاين اشياء هذه. فلا باش نعطيو الناس، ماشي راه ماشي كنهضروا هكا على المدققه، هذا اشياء يعني الاجبان مدققة. الاجبان علاش؟ لان هذه الاجبان والفول، الناس اللي عندهم الام الراس حتى الفول ينبهوا الاجبان، علاش؟ لان نفس المكون اللي كاين في الاجبان كاين في الفول هذا. فالاجبان والحلويات والقهوه هذه بعدا يعني تفادى بعد هاد الثلاث اشياء، وتشوف التيار الهوائي في الغرفه ديالها، وتشوف بعض المرات كيتعرض الشخص للشمس، بعض المرات الشخص كيكون حساس للتغيير ديال الحراره والبروده، كيكون في مكان سخون يدخل مكان بارد، يكون مكان بلا ما يشعر، بدون ان يشعر، وكيكون الجسم ديالو حساس جدا كيضر راسه، وحتى يعني القلق والتفكير وكثره التفكير كاين عليين عدم النوم، كاين مئات ديال الاعراض. المهم غير باش هي تعرف شنو المسببات. نعطينا ولو انها خرجت على الموضوع، ولكن كما أقول هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، يا إذاعة لإفادة الناس، ولو نخرج على الموضوع ما لا بأس. دكتور أنتم هنا لتصحيح المفاهيم. في الشق الأول من السؤال ديال السيدة هذه تحدثنا عن الأعراض ديالها، والأعراض هي كتبدا بواحد التقرحات، يعني هذو ديجيل سارة، تقرحات تحت اللسان يعني في الفم، وكتدوم وكتكون ما تخليش الشخص يتكلم. وعلى مستوى يعني كذلك تناسلية خصوصا عند النساء. ثم تيكون واحد العين مع الصباح، كتكون هذيك العين شوية مضببة، ما كيشوفش بها مزيان، هذا كيكون عياء، كيكون عياء شديد. يعني قبل السؤال ديال السيدة كنت سألتيني عن الأعراض، الأموال انبهجت ما يقدروا يديروا والو، لا يقدرون على العمل، لما تعبانين. نعم مع الأسف الشديد، وكاين مثلا بحال مثلا على كاين قضاة، كاين مثلا في الشرطة القضائية، كاين في الدرك الملكي، كاين بعض الحرف اللي خص الشخص ما يكونش عنده بهجت، ما خصوش يكون عنده بهجت، لأن ما غادي يقدر يعمل والو، لأن هذه أعمال تتطلب جسم باش يكون واقف وتركيز وأشياء ما غادي يقدر. والفلاحة سبحان الله، الفلاحة ما عندهمش بهجت، قليل يعني، البادية ما فيهاش قليل جدا. لماذا؟ لأنهم يتحركون والأكل ديالهم بسيط. إذا دكتور غادي ناخذ مكالمة، كنشوف أنا يعني في هذه الحلقة إيمان المكالمات قليلة، أنا كما قلت لكم دكتور القليل اللي كيعرف هذا المرض بهجة، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله. إذا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عبد الله من الدار البيضاء. أهلا سي عبد الله من مدينة الدار البيضاء، تفضل سيدي. تفضل سيدي. اولا وقبل كل شيء كنشكرك انت وكنشكر الدكتور محمد الفايد. شكرا جزيلا. والله العظيم كنحبه في الله واحبكم الله الذي احببتنا فيه. وكنشكر الناس كلهم ديال اذاعه محمد السادس، كما كيقول الدكتور الفايد اذاعه الحق. نعم. وهو والله رجل حق. خير. شكرا جزيلا. اللي بغيت نقول لك هذا مرض بهجت كما قلتي غير معروف. نعم. ولكن هل هناك امل في العلاج؟ نعم. خير ان شاء الله. وسؤال اخر. نعم. الدكتور الفايد سبق له ان قال لنا انه لا يمتلك لا معشبه ولا يصف دواء. نعم هذا صحيح. هذا صحيح. لانه يعني استاذ باحث بمعهد الحسن التالي الزراعة والبيطرة بالرباط. ولكن والحمد لله. نعم. ترك لنا علما بعد عمر طويل. بمجرد ما ذكر التقاعد. نعم. خير ان شاء الله. الا الناس بداوا يتساءلون هل ترك طلبة؟ لا مثلا لا. سيقدموا لنا مثلا برامج مثل ما مثل هذه البرامج ام لا؟ لا لا ما دكتور دائما في خدمة المواطن في المغرب وخارج المغرب، وكونوا زعما على ثقة وعلى يقين بان الدكتور ما زال معنا باذن الله بعد عمر طويل. خير ان شاء الله. طال الله عمرك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. الله يبارك فيك. في طاعة الله ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. سؤال وجيه جدا. هل من أمل في العلاج؟ نعم. والعلاج تكلمنا عليه. نحن لما نشخص بهجة لا يمكن الشخص أن يعرف واش عنده بهجة ولا لا. نعم. لكن لما يقوم الطبيب بتشخيص بهجة. نعم. كيشوف الحدة
حدة المرض، يعني فين وصل، يشوف التحليلة ديال الدم ويشوف الحالة ديال الشخص ويشوف كذلك تأثير على الأعضاء وعلى الفيزيولوجيا الجسم. إذا كان مرحلة مازال هو عليه هو الكورتيكويد لا محالة منه. لا، لأن الطبيب عنده أمانة علمية، طبيب لا يمكن يجي عنده مريض وما يعطيهش دواء، لا يمكن. يعني خصنا الناس يفهموا هذه الأمور هذه، يعني الطبيب يعطي دواء. أنا قلت لا بأس شخص ياخذ كورتيكويد، لا باس اذا كانت الحده ديال المرض تتطلب كورتيكويدات وكاين شي مده طويله. نعم لا باس ياخذ كورتيكويدات، ولكن يبدا مع الكورتيكويدات يبدا بالعلاج الطبيعي. نعم الحياه ديالو ترجع طبيعيه. نعم. وما يتهورش، لان مع الاسف الشديد كاين الناس الان عندهم بهجه، هذه 6 سنوات داو النصائح عندهم بهجه جيد، العيالات ولاو كيشقاو في ديورهم ولاو مزيان ولاو كيخرجوا ولاو، مع الاسف الشديد كيتهوروا كيمشيو معروضين ولا كيخرجوا مثلا في العطله ولا حاجه ولا شي، وكياكلوا بعض الاشياء الصناعيه. بمجرد ما ياكلوا المواد الصناعيه اللي فيها المضافات الغذائيه والمبيدات والمصائب الصناعيه كيرجع لهم بهجه كما هو، سبحان الله. يعني هذا المرض يعني ما لا يعني الشفاء ديالو سهل، يعني راه ماشي سهل حاجة. جدا، لان الناس ما غاديينش يثقوا بالطريقه هذه. هو سهل جدا، وهو ان الشخص يرجع لنمط العيش ديالهم الطبيعي، واللحوم جميع الامراض حتى اللحوم ولو انني منعتها غير باش الناس ما يتهوروش، لان لا سمحت بها غادي يبداو ياكلوها مره في الاسبوع. ممكن ياكلوا شويه سمك اللي عنده العظام، ممكن ياكلوا حتى لحوم طبيعيه بحال الدجاج بلدي ولا حاجه جايه من الباديه، ولا حتى الغنم اذا كانت مسروحه ما تكونش عالفه، ولا ماعز ديال الجبال يكون سالح، الأرنب. نعم الاشياء لا الارانب لا انصح بها، لان الارانب ولات بحال الدواجن، لان الان ولات هي تربى مثل الدواجن هذه. فالمهم غير يتفاداو الحيوانات المعلوفه فقط، تكون دواجن ولا هذا، لان المشكل في العلف وليس في اللحم. كاين جوج العوامل، المشكل في طبيعه العلف اللي كياكل الحيوان، لانه غادي يخزن عنده مضادات وغادي يخزن عنده اشياء هكذا، خصوصا اذا كان تيعلف على مواد مغيره وراثيا. الامر الثاني هو الكثره، الاكثار من اللحوم، يجب ان لا يكثروا اللحوم، اذا كانها مره في الشهر ولا لا باس، ما عنده مشكل، يكون دجاج بلدي، يكون وز، يكون حجل، يكون ديك رومي بلدي، هذا ديال الباديه، وما حتى البوادي النساء ولاو كيشريوا العلف الصناعي للدجاج البلدي، وهذا خطا خطا. يتقوا الله هاد الناس، يخليوا الدجاج يسرح، لان الشعير غلى من العلف طبعا، لان ما يقدروش يعطيو شعير دابا للدجاج ديالهم، والدجاج راه قادر يعيش بنفسه، راه يهبش، راه كيقلب كيبحث، ما عندوش مشكل. اذا كان هاد الناس عندهم لحوم طبيعيه جيده ولا حيوانات مسروحه مثل الماعز والغنم ما تكونش معلوفه تكون سارحه، هادو ياكلوا اللحوم ولكن ما يكتروش، ياكلوا مره في 15 يوم ولا مره في اسبوع، وما يكتروش اللحم اللي كياكل هذيك الوجبه. ماشي ياكل 100 غرام د اللحم ولا 200 غرام، ياكل خضار طيبين مع اللحم شويه وصافي، ما عندوش مشكل. اذا رجع نمط العيش ديالو طبيعي، وهما جوج الامراض سبحان الله اصحابهم، غير يرجعوا للنمط الطبيعي كيتحسنوا باكثر من 50%. عجيب. هما الملتيبل سكليروزيس التصلب اللوائحي، وهذا مرض بهجت. هاد الاثنين غير يرجعوا للنمط الطبيعي كيوليو ما شاء الله، وما يبقاوش يخافوا، يعاودوا التحليله ديال الدم، يشوفوا الطبيب. دابا المشكل هو في النفس، الناس كيخافوا ما كينعش، كيبقى ديما كيفكر في ذاك المرض، حيت الخطا وذكر. كاين الناس كيبداو ياخذوا الكورتيكويد وكيرجعوا لنمط العيش، انا كنصحتهم كيبداو يرجعوا لنمط العيش الطبيعي. نعم. ملي كيمشيو عند الطبيب، كي الطبيب يحسب ان الكورتيكويد هو اللي عمل المفعول ديالو، هذا هي المشكل، هذا هو المشكل اللي حاصل، وهذاك المريض ما يقدرش يقول الطبيب اش كيعمل. وان بعض الاطباء ولاو تيخاصموا على المرضى، علاش خديتي هذه، علاش خديتي هذه، ما يخاصمش على المريض، الطبيب ما يخاصمش على المريض، والطبيب ما يمنعش المريض من الدواء، والطبيب ما يجلسش على المريض يقول له راك امتنعتي ما بغيتيش دير العمليه ما بغيتيش دير شيميو. الطبيب ملزم بالساعه فين جا المريض يعالجه، والا راه كاين قانون. فعلا. لان كاين عندنا حالات في الدار البيضاء، الاطباء جراو على الناس ما بغاوش يديروا لهم العمليه، ما بغاوش يديروا لهم ماشي المطلب، قالوا لهم علاش ما بغيتوش ديروها في الاول. المريض حر، اختيار عنده، بغى يتعالج نهار الجمعه يتعالج، بغى يتعالج بعد سنتين يتعالج. والطبيب ملزم انه يدير العمليه ولا يعالجه، واذا مات يتحمل الاخر مسؤوليته، المريض هو يتحمل مسؤوليته، المريض عنده حريه في الاختيار. نعم. يعني ما بغى يتعالج عندك الجمعه بسم الله، ما بغاش يتعالج وبغى يتعالج بعد سنه ورجع، ما تبقاش تسبوا ولا تشتموا تقولوا علاش ولا تاخرتي وشكون هذا، يعني هذه انما ولكن كاين نوضحوا عاوتاني، ماشي هذاك الشخص يخلي على الطب ويمشي لاشياء اخرى تزيد في المرض. لان يعني كاين الناس عندهم امراض، يعني خلاو الطب مشاو للعشوب، مع هذوك العشوب لا غير كافيين للعلاج ولا ما يعالجوش، فالمرض ديالو استفحل. باش يعني باش نوضحوا للناس، باش ما نخليوش الناس، خاص الشخص اولا
لا بالطب ولا بالاعشاب. انا ما كندخلش لهذيك المساله، ما كنوصلش. انا كنتكلم على التغذيه. المهم اي مرض يكون سرطان ولا يكون بهجه ولا يكون سكري ولا يكون لازم يكون نمط العيش هو الاول، العيشه ديالو تكون طبيعيه بلا ما يسول الطبيب، بلا ما يسول الطبيب باش ناكل شنو ندير. نمط العيش طبيعي 100% كما كانوا الناس كيعيشوا، ثم يتوكل على الله، يمشي هذيك الساعه يشو يعمل دواء ولا يعمل جراحه ولا يعمل شيميو، هذاك هذيك الساعه حريته، هذاك اختياره. اما وهذا المشكل ديال هذه القضيه هذه ديال راه كاين واحد الحيف في هذه القضيه ديال الناس اللي الان تي كاين بعض هذا الاطباء كيقول المريض خصك تزرب، لا ما زربتيش راه غادي المرض يزيد. هذا خطا كبير، ما بقاش في امريكا. ما بقاش في امريكا هذا، حتى هما الامريكيين بداو بحال ماك، بداو الاطباء تقول لي هذاك السرطان راه غادي يزيد، ما حيتيش راه غيزيد. ولكن في امريكا الان كيتريتوا مع السرطان، كينتظروا 3 أشهر وستة اشهر مع السرطان، ولكن بشرط ان الشخص يقتلع، خصو يحبس التلوث والمواد الصناعيه والمسائل الرجعيه ثم يبقى تحت المراقبه الطبيه. وإلا ما السرطان ديالو ما زادش باش حتى الاطباء في امريكا الان كيشوفوا السرعه اللي كيزيد بها السرطان، وكيشوفوا النوع ديال السرطان، وكيشوفوا الحاله ديال المناعه الجسم، عاد يقروا عمليه ومن بعدها واش شيميو ولا بلا شيميو ولا معاها الهرمون ولا معاها لا راديو. فهذه هي اللي خص الان الطاقم الطبي ينهجها، ما خصوش يزرب. انا بالعكس ما خصوش يزرب، هو هذا هو المشكل اللي كيقلقني انايا. غير كيظهر ورا انت تقول لي الغد اللي خصك تحيدو، هذا خطا، لان حتى الحاله النفسيه ديال المريض لا تتحمل. خاص المريض بعدا يقبل المرض ديالو ويفهم المرض ديالو وينتظر، ما عندوش هذاك المريض اللي زرب الطبيب قال له ودي العم كون ما جاش عند الطبيب كاع بعد 3 أشهر اش كان غيوقع؟ لو كان ما جاش كاع ما قالش ليه راسه جات 6 شهور. لازم على الاقل يعطيوه واحد المده، الطبيب يعطي المريض واحد المده يقبل المرض ديالو وما يخلعوا ما والو، يقولوا ها شنو عندك، ويعني الحمد لله راه باقي في واحد الطور مزيان، ربما مع الوقت يدير لك شي حاجه، وحاول ما امكنت تربح الوقت ولا شيء، ولكن ماشي يعني زرب دغيا ولا ما حيدتيش. راه بعدا كيمشي بالصدمه ديال السرطان، المريض كيمشي بصدمه السرطان، الصدمه الثانيه الا ما حيدتيش راه غادي يقتلك. والامر بيد الله، يعني على الاقل لان خاص لا يحس، شوف لا يحس بالمرض الا المريض فعلا. هذه خص الناس، راه الطبيب لا يحس بالمريض واخا يكون كيما كان، راه لا يمكن طبيب ان يحس بالمرض. المريض هو الذي يحس بالمرض، والحاله النفسيه مع المرض راه تكون مؤلمه اكثر من الحاله العرضيه. ربما يحس يسمح في الالم ديالو، ولكن ديك الحاله النفسيه ديالو داك الاحباط كتزيد في المرض، كتزيد في المرض يعني والمناعه كتنخفض. اذا دكتور غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء، تشير لايمان ياك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم. حكيمه من الدار البيضاء. اهلا حكيمه تفضلي. كنشكرك اخت لطيفه، كنشكر الدكتور الفايد بزاف. مرحبا. الله يخلي لينا والله يحفظه لينا. امين يا رب. كنبغي نسول الدكتور، عافاك انا عرفت الاعراض ديال مرض بهجت. نعم. كاين تقرحات الجهاز الهضمي والامعاء. نعم. وتقرحات الفم. نعم. واصابه العين والجهاز. نعم. العصبي. نعم. انا بغيت نسول حتى عندي انا نفس الاعراض ولكن بعدها تقريبا بعض من الاعراض تقريبا. عندي الم في البطن والعين عندي فيها ضفر. لا ماشي الضفر، ما كنتكلموش على الضفر. هذا كيصيب الشبكه ديال العين من هذا غير مع الصباح ملي تفيقي كتبان لك واحد الضبابه شويه بحال عينك بحال اللي مضبه شويه، غير واحد الوقت ما كتبقاش يعني طول النهار. ما كيكونش غير فوق العين بحال. لا 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 ماشي الضفر، الضفر حاجه اخرى. انا كان عندي الالم في الامعاء وهذا، والطبيب قال لي غير من الغاز والعصب. نعم. ولكن سؤال جيد بعدا، لان احنا قلنا في البدايه على ان الناس غادي يتخلعوا، غادي اللي يسمع هذه الاعراض يقول راه عندي بهجت. وبهجت كيظهر، لا بهجت كيظهر في التحليله ديال الدم، غير هذه هي علامات كتعطي للطبيب الاتجاه اللي غادي يمشي فيه. فقط هذه ملي كيكون تقرحات على مستوى الفم، وكذلك تقرحات تناسليه، وكيكون الشخص عيان وعن داك الضبابه في العين، يعني هذوك يتجمعوا تقريبا. يعني الطبيب هنا كي تقريبا يعني كيبقى عنده شك. لا كيتجه كيتجه للتشخيص ديال المرض، عليهم بهجت ولا مرض اخر، يمكن يعني امراض اخرى كذلك عندها نفس الاعراض. فهنا كيطلب التحليله ديال الدم. وملي كيشوف التحليله ديال الدم شنو كيعرف بان يعني بانه عنده مرض مناعي. والامراض المناعيه الان في التشخيص ولات معروفه. ماشي غير ما تخلعيش حكيمه. بغيت نسول الدكتور الله يخليك الا كان ممكن. تفضلي. بالنسبه لهذا الضفر اللي كيكون في العين، واش كيكون عنده شي سبب من التغذيه؟ حيت انا حيدته 2 مرات عاود كيرجع ليا.
واش كاين شي حاجه في التغذيه اللي ممكن انني نوقفها ما نبقاش ناخذها؟ نعم. شكرا لك يا حكيمة. شكرا. ما عندوش علاقة مباشرة بالهذا بالتغذية الفر ديال العين، كاين في اي ما الجسم ديال الناس ماشي بحال بحال، كل شخص كتوقع له واحد خلل في منطقة ما، كاين اللي عنده في الانف ديالو كيبقى يرعف، كاين اللي عنده في العين ديالو كيظهر فيها الضفر، كاين اللي عنده السنان ديالو كيطيحوا في عاد العمر، كاين اللي عنده الودن ديالو كتنغزو، كل واحد عنده واحد خلل صغير في 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 منطقة ما، كلشي الناس عندهم يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، كلشي الناس عندهم، غير كاين اللي عنده باطني لداخل في الجسم ما كيحسش به. هذا الضفر هذا هو العلين والجراحه كتزولوا، غير هو السيده قالت ماشي الاغذيه، وما خصوش يرجع بسرعه. نعم، قد زولاته وعاود رجع لها، ويعني وكل ما زولوه كيبدا يرجع بسرعه. نعم. هذا هو المشكل، كيبدا يكبر بسرعه، لان كاين كيتكون واحد سميتو اللي كيزولها الطبيب، ماشي ماشي شي حاجه. حتى ولو زولتها بالجراحه يعني مره في سنه ولا مره في عامين ولا شي حاجه، لا باس، ماشي مشكل. غير يكون هذا العين ما تعرضش لبعض الروائح والغازات. حتى ذاك الرائحه ديال ديك الاله دي الطبيعه، هذيك المطبعه ديال الاورديناتور لامبريمونت، هنا كيخرج هذاك التونير كيعطي واحد الرائحه، وبعض المرات يعني كتكون السيده قريبه ليها الرائحه ديالها. العينين ما يشموش روائح، ما ذوك الاشياء اللي كيطلعوا للعين ما خصهمش يضربوها روائح خطيره، وما خصش هاد السيده هذه ما خصهاش تكمل تدير افراط في السكريات والدهون. افراط في السكريات والدهون، اعيد، هذو حتى هما كيزيدوا يشتعلوا شويه على هذيك لاماس اللي كتكون. دكتور، قبل ما نختموا يعني خلال الدقائق الاخيره للبرنامج، هذا المرض واش هو وراثي واش هو معدي؟ ليس وراثي، ليس معدي، بدون اي مشكل، وصاحبه يعيش بدون اي مشكل، ومرأة ممكن تولد وترضع بدون اي مشكل، لان الامراض المناعيه هذا هو المشكل. الامراض المناعيه هي امراض دائمة مع الشخص، مزمنة، يعيش بها الشخص حياته كلها، وكل ما اجتهد كل ما يعيش بسلام.